أكيد، وناخد تصريحات لأحد الرجال المحترمين الراحل عمرو فهمي وهو يتحدث عن مكاري جسامة. نشوف الفيديو ونرجع تاني. السنة اللي قبلها كانت غلب 3-1 من فيتا، وريت لك ماتش العودة عايزين يحطوا في، لو غلب 3-1 فكسب 2-0 ممكن يخش. تمام. قال لك حطوا له جسامة. دخلت بصيت عندنا في الاتحاد الأفريقي تعرف تشوف الحكم ده آخر ماتشات عمل. دخلت بصيت على جسامة تاريخه، لقيت إن جسامة في 2008 آخر سنة عمل الماتشات الآتية: عمل الأهلي والوداد، عمل الوداد وزاسكو، الماتش اللي هو كانت مجموعة النادي الأهلي اللي هو كان الوداد لازم يكسب عشان يتأهل. تمام. اداله ضربة جزاء، اداله كارت أحمر في الدقيقة 60، ما عرفوش يجيب جون، اداله ضربة جزاء في الدقيقة 60. عمل الأهلي والوداد، عمل فاينل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في المغرب، المغرب ونيجيريا النهائي، ادى في أول 50 دقيقة ادى ضربة جزاء وكارت أحمر للمغاربة. لصالح المغرب. بعد ماتش الأهلي والوداد الفاينل خد الطيارة من المغرب مع المغاربة، راح من عمل الاهلي والوداد وطلع من المغرب على ساحل العاج، عمل ساحل العاج والمغرب، كسب المغرب، وكان اللي يكسب يروح كاس العالم. شفنا كلام في منتهى الخطوره، واعتقد كلنا عندنا نفس الخلفيه الذهنيه عن الحكم بالشكل ده. قلنا ونذكركم تاني، احنا بنرصد اخطاء هامه جدا للحكم، كل حد عمل دوره، مجلس الاداره اللي بعت قبل كده كمان احتجاج على الحكم، وإحنا اتكلمنا ورصدنا اللاعبين بكرة الملعب بس هو تفكيرهم، ونتمنى إن مخاوفنا تكون كلها غلط، وبكاري جسامة يعمل مباراة مختلفة عن أغلب مبارياته.